السلام عليكم اخواني اخواتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا جماعه خلينا نكسر بعض الاصنام. في اصنام صنم نبي نكسره، خلاص نبتدي بالموضوع. بضاري، هلا والله، تفضلي تفضلي معك بضاري. تفضل بضاري. سندس، من هاي سندس؟ بنت خالتك. حلو، ايش فيها سندس هذه؟ سندسو كان جسمها وايد قوي، ما شاء الله تلعب باليه، جسمها كذي مقصوص. بس من سندس من خذت الاوميجا 3 امتنى، طلع لها لقلوق، طلع لها سندويشة هني، كرشة زنودها بيطان بس طايحة، فكلها من الأوميجا 3. الله يخليكم، خلنا نتكلم بالعقل والمنطق. الأوميجا 3 هل كبرها صغيرة تبي تطلع كرشة؟ هل كبرها تبي تطلع لقلوق؟ هل كبرها تبي تخلي زنود شي يطيعون كأنه شي في تراب؟ لا لا تقطونه برأس الأوميجا 3. الأوميجا 3 شو يسوي؟ يعزز لك الشهية. ليش؟ لأنه يضبط الأمعاء. ولكن أكلك الخربوطة اللي قاعد تبينه 24، فحرام والله العظيم حرام تقطونه براس المسيكين الاوميجا 3. شك ملابسي، شك ملابسي عيك ترى، حرام. اوميجا 3 شنو فيها من دهون؟ بسبوسة، خلية النحل، جيمات، مطاعم، فرجتي وقطيتي براس الاوميجا 3. ناخذ موضوع ثاني. اي ناخذ نص بضاري. بس لك سؤال، لا هند لازم يقولوا لي حكي حلو ما قصرت وانت عطيت من امثالك. واخر شيء في سؤال، عارف الموضوع هذا، عارف كل مره عبالي مدح، بس لا مدح. اخر شيء وضاري، في شيء حق شهيه؟ وضاري الله يعطيك العافيه، والله ما في مثلك. اخر شيء في سؤال صغير، وضاري شو نحكي حق عوار البطن؟ عرفت وضاري. ساره بنت خالتي ما شاء الله هم كان جسمها زين وسباحه حلو، مره واحده اخذت الكولاجين صارت دائره دائرة دائرة، بس عندها ايد صغيرة نفس الديناصورات، امتينة وبس اصابع عندها كذي. وهم نفس الموضوع الكولاجين المسكين، والله تشيك يعطى الكولاجين، والله حرام ليش قاعدين براسم الكولاجين؟ شنو يسوي؟ يضبط لنا الامعاء، يعني الامعاء اذا كان مثلا فيها بكتيريا ضارة، فيها تقرحات، الكولاجين شو يسوي؟ يقوم يرمم الامعاء. لما ترمم الامعاء الجسم يقول الله يعطيك العافية الامعاء ترممت، يلا يقوم الحرق فيها سريع، الامتصاص فيها سريع، كل الإشارات راح تكون زينة، مثلاً الجابا، السيروتونين، الدوبامين، الشهية، كلها 100%. عشان افتحت شهيتك أنت اللي ما قدرت تأكل عدل، أنت اللي قعدت خربطتي بالأكل. إذا كان ما شو إذا كان ما عندك سيستم بالأكل، الله يخليك لا تقطينها براس الأوميجا 3 والكولاجين. سيستمك الخايس، سيستمك هو اللي خرب الدنيا كلها، فلا تقطونها براس الأوميجا 3 والكولاجين. هذول ما يمثنون، أنتوا طالعوا الكولاجين، قول انت تمتم؟ لا ابس قول متم. اخوي الغالي، اختي الغاليه، واقول لكم شيء وايد مهم. في اشخاص لما يسالونك تقدر تجاوبهم وتكلمهم، في اشخاص اذا يسالوك لا تجادلهم، قول ما اعرف. منو هذول؟ تي واحده مثلا شمتنها وكرشه الكبرى وتطق على كرشتها وتقول لك، او تقول لك شلون اوخر الكرشه؟ على فكره يدرون ترى شلون تروح الكرشه، يدرون، ولكن بس يبي يسولفون، فبس يبي يقزرونها، يبي يسولفون بس ما عندهم شغل. شلون تروح الكرشه وانت تسولف تسولفين وتقولي اختي كذي سوي كذي سوي كذي، وهي ولا بالبال، وانت تقول لها مثلا اكلي كذي الصبح وخلي مثلا كم جرام، هي شو تفكر بنفس الوقت؟ ايش تفكر اليوم؟ شنو اطلب، كنافه ولا زلابيه؟ والله كذي تفكر وانت تعبانه. فاللي يقول لك كذي لا تجاوبينه. فرق شخص يقول لك والله انا مشيت ببرنامج في شيء يساعد، هذا اللي يسولف معه، اما ابو كرشه وبس يبي يسولف قول له ما اعرف.